بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء كفروا
وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا
فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أمتا أرضا لا ترى فيها عوجا ولا عمتا ولا أمتا. مكانا مرتفعا أو ارتفاعا. إجابة صحيحة. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. كالحون؟ نعم. نعم. وهم فيها كالحون يصرخون مستبيحين لربهم. هذا خطأ. عابسون متقلص الشفاه عن الأسنان. نعم. من أثر اللف. قال إن الملأ يأتمرون بك يتشاورون في أمرك فيما بينهم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يعجزون ويفوتون. فأرسلنا عليهم سيل العرم. نعم. يعني ما يسيل من أهل الله. سيل السد أو المطر الشديد. نعم. أركب برجلك. نعم. يعني جاوز بها. أي تضرب بها الأرض. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. عارضا. نعم. معروضا عليهم. عارضا. غمام معروض عليهم. نعم. غمام يعرض عليهم. يظنون أنه سحابا يعلو في الأفق نصف الدرجة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كبر مقتا عند الله. عظمة عظم وكبر شأنه. عظم ضبا بالغ الغاية. نعطيك نصف الدرجة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قمطريرا. نعم. عقوبة شديدة. قلوب يومئذ واجفة. نعم. أي مصرحة. نعم. مصرحة مفرحة. خطأ. مضطربة أو خائفة وجلة. نأتي إلى السؤال الأخير. نعم. هو سؤال نحوي يتعلق بالنحو. نعم. قال تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. كنت أنت يعني ماذا يسمى هذا الضمير؟ كنت أنت. كنت أنت الرقيب عليك. لا ضمير منفصل. منفصل. لا ليس ضميرا منفصلا في هذا الوقت. إنه ضمير منفصل سواء في هذه الآية أو في داخل الجملة أو خارج الجملة، لكن في هذه الآية أو في هذا التوكيد. كنت أنت الرقيب عليه. إنه يسمى ضمير فصل. لأنه يعني يفصل به بين الضمير والخبر المعرف بالألف واللام. بارك الله فيك.